اهلا بيكم يا جماعه، والنهارده هنشوف قاموس بقى لونج مان ديكشنري، قاموس بالنسخه الكامله بتاعته وازاي نعمل لها سيت اب من غير ما تحصل اي مشكله ويطلب تفعيل وكده. فاللونج مان ديكشنري يا جماعه رائع، لا اكثر من رائع، قاموس مش هتستغنى عنه في يوم من الايام. مهما قلت بصراحة امكانيات الكاملة بقى اللي موجودة في النسخة دي هوريكو كم حاجة كده في اللي موجودين فيه، مش ممكن، خرافة. قاموس مفيش زميل بيدرس انجليش ممكن يستغنى عنه. طلبة كليات الاداب والتربية والالسن لغات والترجمة والحاجات دي كلها، This dictionary is indispensable. بصراحة كده it's great, fantastic, beautiful. قول اللي انت عايزه. طيب مهم جدا، احنا رابط التحميل direct download link، وبعد كده هوري لك ازاي بقى تعمل له سيت اب. انا ليا شهور يا جماعه بحاول اوصل للنسخه دي بالفول فيرجن دي بتاعه القاموس، والحمد لله لما اشتغلت معايا امبارح قلت لازم اشارك الناس بيها عشان تستفيد، ملهاش معنى ان انا استفيد لوحدي. طيب اشكركم لمتابعه الفيديو، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هتكلم فيه عن ثلاث مصادر مهمة جدا to learn English ما فيش حد يستغنى عنها، برضو رائعة، وانتظرونا برضو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. تعالوا نشوف ازاي نحمل ونسطب هذا القاموس. ايوه يا جماعة، هناخد ملف التحميل موجود، هتلاقيه ان شاء الله تحت الفيديو، و open your browser بقى و paste the link to the dictionary. Enter. Here it is. هتلاقي الفايل is named extract here. طبعا بيغيروا اسم الفايل عشان الفايل storing site ما يحذفوش بقى كل شوية. و download. طيب بعد ما بتعمل download بتلاقي الفايل اللي هيطلع شكله كده. اهو عنوانه extract here. طيب باخد الفايل ده رايت كليك واكستراكت هير، هينزل لي بقى الملفات، يفك الملفات اللي موجوده في الفايل ده، هتطلع لي الملفات عندي بالشكل ده. هلاقي الملف بتاع السيت اب اهو. طيب انا في خطوه بقى غلطه نسيت ان انا اعملها. المفروض ان انا قبل ما اشتغل في السيت اب اعمل ايه؟ disconnect your internet connection. disconnect. وتاني كمان مهم جدا، اجي اعطل الانتي فيروس بتاعي، لان الانتي فيروس هيعتبر الملف بتاع التفعيل على انه فيروس، وبالتالي مش هيشغله. اهو disable مثلا until computer is restarted. اوكي كده انا قفلت الانتي فيروس، هشتغل اوف لاين مهم جدا، وابتدي بقى التحميل بتاع التسطيب بقى. اهو do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes? yes. ابتدي بقى اخلي بالي بقى من الخطوات. Next. I agree. هاجي بقى عند recommend هنا، افتح بقى الدروب داون ليست دي and choose full عشان يحمل الفول اوبشنز بتاعت الديكشنري كده. تمام. Next. Install. كده بدأ يعمل ايه؟ بدأ التسطيب بتاع الديكشنري، وهياخد بقى شوية وقت. احنا ممكن نعمل
بوز كده شوية لغاية ما يكمل السيت اب. اهو شغال كويس. Installing. Please wait while Longman Dictionary of Contemporary English is being installed. قاموس بصراحة يستاهل يا جماعة ان الواحد يتعب علشانه بفضل الامكانيات الرائعة اللي موجودة فيه. نقدر نقول عليه Encyclopedia مش just a dictionary. It's not just a dictionary. طيب طبعا سرعه السيت اب والانستول بقى بتعتمد على سرعه الجهاز عندك. اكيد عندك الجهاز اسرع من عندي، جهازي معاق شويه. وافضل ويندوز طبعا يا جماعه ويندوز 10 في تثبيت وانستولينج ديكشنريز ان جنرال. يعني انا تقريبا 9 قواميس اهو انا فردها على ويندوز 10 وكلها شغاله والحمد لله ما فيهاش اي مشكله. ف بعد ما بيخلص بقى اهو على وشك ان احنا نخلص السيت اب، انا بس حبيت اوريك الطريقه بالكامل عشان ما يحصلش اي نوع من الخطا. ما تنساش زي ما قلنا ديسكونكت الانترنت كونكشن عندك وديسيبل الانتي فيروس بروجرام عشان الكراك اللي هيفعل اللي هو اكتيفيتد ديكشنري ما يعتبروش الانتي فيروس ان ده فيروس ويحذفه. ف مجرد ما عملت كده هتلاقي الدنيا بقت سهله معاك اهو. يلا ثواني. Oh my God, it's taking too long. Okay, here we are. Finish. Installing is finished. Would you like to launch the application now? Okay, yes. Oops, no disk inserted. Please insert the CD, DVD. Don't worry. Just close this box. And here, file يا جماعة, this file. No CD, no DVD. Crack. Open this folder. After that, right click. Copy. يبقى أنا كده خدت copy من ده. بعديها تروح بقى على Longman Dictionary. ادي Longman Dictionary of Contemporary English. After it has been installed, right click. Open. File location. Here the file location في program files. Right click. Paste. Oh no. Paste. Copying items. The destination already has a file named the LDOCE5.exe. Double click. Replace the file. You will need to provide administration permission. Continue. Wow. All right. Let's close this. Let's go back to the dictionary. Oh, Longman Dictionary. Wow. It's working. All right. Some options in this dictionary. You have the main dictionary. It's great. Look at it. Wow. Let's try one word. For example, happy. Happy. Wow.
picture. Someone is happy, having feelings of pleasure, for example, and you have the pronunciation. Happy. Either British or American. Happy. Happy. I'm sorry, the sound here is low. And you have everything you need to know about the word happy. Happy to do, happy that. Feel happy for someone. It's a detailed explanation. Happy with, happy about, happy doing something, happy birthday, many happy returns. So many things. Alright, now we have many other things here. For example, you can go to the grammar section. Verbs, transitive and transitive, talking about the present. Nouns, countable and uncountable, for example. And you go through the explanation. It's great. Now, you also have you have exercises, different kinds of exercises about grammar, vocabulary, synonyms, collocations. Let's check collocations, for example. Ability. Oh, crossword puzzle. I love puzzles. For example, you have here number 3 across. Skill at using words well, ability. It can help you show letter. So, what can it be? Verbal, for example. I'm not sure, of course. Check answer. It looks like verbal. We can check, make sure. So number 1 across, skill that you have proved through your achievement, ability. I'm not sure. Show letter. A word beginning with PR. Show word. Proven. Great. Vocabulary trainer. Teacher resources. So many things. Let's try something else. حاجة بقى جميلة. لو أنا عايز بقى في جزء في الديكشنري ده خاص بالكالتشرال ديكشنري. يعني أنا مثلا عايز أعرف حاجة عن في حاجة اسمها نفترض إن أنا هكتب كده randomly. Revolution. Cultural revolution. في حاجة عندي اسمها culture وفي حاجة اسمها cultural revolution بتاعت الصين يا جماعة بتاعت ماو تسي تونغ ولاقي معلومات encyclopedia باختصار encyclopedia. حبيت ارجع للديكشنري تاني و مثلا Albert Einstein. اينشتاين مش اينشتاين يا لهوي انا كنت منطقها غلط البرت اينشتاين يعني في اقدر اعرف نطق الاسماء الانجليش نيمز عموما موجوده حاجات كتير يا جماعه في الديكشنري ده ونقدر نرجع للديكشنري وندخل على اي حاجة من الحاجات اللي هي موجودة في المقدمة دي عندي الجرامر عندي التيتشر ريسورسز فوكابولري اكسرسايزز اتس جاست جريت يا جماعة دونت ميس ات بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشوف حاجة تاني بإذن الله هتفيد الناس جدا شكرا لكم.